هو هم جت الزيارة وهم راح يقطعون الشارع وتخبصون الدنيا. بالله ما سألتوا نفسكم إذا واحد عنده مريض ويريد يروح المستشفى شلون راح يقدر؟ يا أنا وياك هو اجت زيارة الحسين، بس مو هو اجت مناسبة عيد رأس السنة والازدحامات ترست الشوارع، مو هو اجت أعياد نوروز، مو هو تصير مظاهرات وشوارع كلها تنقطع. أولاً موضوع قطع الشوارع موضوع ما موجود أصلاً، ولو كان بالسنين السابقة موجود يعني ما يقارب قبل 10 سنوات فهذا الشيء صار من كم شخص واجتهاد شخصي وما يمثل الزيارة. أما بالوقت الحالي فماكو أي موكب يقطع الشارع ويسد الطريق، والمواكب دائما تخلي الطريق كافي لمرور السيارات. أما إذا تقصدون موضوع الأربعين فأنتوا صراحة بس تحبون تحجون، لأن الطريق من أي مكان الكربلاء مفتوح وتقدر توصل حتى بسيارتك، لأن الزوار لهم طريق خاص يمشون به وهو الطريق الخدمي. ولو أكو منطقة ما بيها خط خدمي فراح يكون سايد للمشاية وسايد للسيارات، بعد منين هاي السوالف اللي كل سنة تعيدوها؟ زين إذا تقول مو كربلاء واللي يم الإمام ما تقدر تفوت السيارات، وبزيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه السيارات ما تدخل داخل الكاظمية ازدحام، فهذا من الطبيعي أن يسدون أو يخصصون المنطقة اللي يقيمون بها الناس شعائرهم ويمنعون السيارات من أن تدخل، أولا لحمايتهم من الناس الموزينة، ثانيا حتى يوفروا لهم مساحة لإحياء شعائرهم الحسينية على راحتهم. هاي مكة المكرمة من يجي وقت الحج والحجاج يكونون بمكة ويرحون للصفا والمروة ويتمشون الجبل عرفات، شو ما حد قال ليش ماكو سيارات؟ شو هذا ازدحام؟ لو نسمح للغير ونعذر ونبرر ونحترمهم بس الزيارة لا شلون؟ ما يصير. زين ليش ما نشوف هاي الأصوات تعلى بيوم رأس السنة اللي مستحيل تقدر تمشي سيارتك بكل الشوارع؟ خاف الأربعينية والزوار يكونون منظمين وإلهم سايد واحد، برأس السنة أغلب الشوارع تكون مختنقة من الازدحامات، وحتى بالأعياد الباقية والمظاهرات اللي صارت ونسدت بيها كومة شوارع وجسور والمظاهرات اللي ده تصير هسه هم ما حد حكى بهاي الاسطوانة اصلا. حتى بوقت دوام الموظفين والطلاب الشوارع كلها تختنق، ولو اكو مريض يريد يوصل للمستشفى ما يوصل مرتاح الا بعد 3 ساعات. ليش كل هالامور ما حد يحكي بيها ومن تقرب وقت الزيارة الكل يطلع لسانه؟ اصلا مستحيل اكو سيارة اسعاف ما تقدر تمر من خلال سايد الزوار، هم نفسهم الزوار راح يفسحوا لها المجال حتى لو كانت سيارة عادية وبها مريض. بعدين بوقت الزيارة مو الشوارع تفرغ من السيارات وتبقى بس المشاية، يعني إذا أكو حالة طارئة راح توصل للمستشفى أسرع من الأيام العادية. فعوفوا هالسوالف وخلونا نحيي ذكرى أبا عبد الله واتركوا هالكلام اللي بيما ورائيات ومو خالي ولا يهمه مريض ولا طريق، والسالفة اللي تدقون عليها واضحة. في أمان الله.